صحيحة، بس التطبيق ما يتوالم وياه. يعني أنت أولا الديمقراطية هي مو رقيب كيفك أنت تستنقي. الديمقراطية تحترم الأصوات الناخبين. راح تقول لي التحالفات، أنا ما أعترض على التحالفات. بالتحالفات بالنتيجة النهائية وتقول أنه اللي يشكل أغلبية، طيب ما هذا محافظ البصرة ما محتاج الأغلبية، تخلونا تحترمون القرار الأغلبية بأنه يشكل حكومة الوحدة؟ لو انت شنو علاقتكم بالتصريح وتقولون انه احنا راح شو اسمه يجتمع الاطار ويقول يصرح تصريح وشخص من الاطار، بس دقيقه، شخص من الاطار يقول كلهم راح يتغيرون، ليش انت منو بكيفك شنو انت يعني؟ لا انا اغلبيه. وين الاغلبيه؟ أغلبية هذا عنده اغلبيه بالبصره. اوكي هسه عنده 12 عندي 9، هاي مو اغلبيه. اذا تحالفت، انت لما نتعمم معناها انت جاي توجه انه فكرتك تريد تقول هاي ديمقراطيه الزعامات، اللي تقرر زعامات الاطار يمشي منتخب، انت مطلع 20 صوت، مطلع 700 صوت، مطلع 1000 صوت، ويجوز يجيبون المحافظ على مزاجهم راح يتقاسمونها بيناتهم، لا اعتبار للاصوات. وبالنتيجه لما تقل الارقام، انت حتى الارقام ما انت من تعمم يعني معناها انت ما محترم الارقام. ما تقل التحالفات ذاك الوقت، التحالفات هاي مناورات، يجوز هو هم ابو 8 مقاعد، يجوز هم يتحالف ويا اثنين، ممكن يتحالف ويا اثنين من خارج الاطار على سبيل المثال ويشكل اغلبيه تقبله. اكيد ما راح تقبله، لان انت مصر تريد تاخذ محافظات. انت لما تقول احنا شعارنا خدمه، طيب تحالف ويا الناجحين، شنو اللي يضرك؟ شنو الضرر؟ دول مو خصومك. يجوز هذا اللي يصير. إذا صار هذا معناها إنه أنت أكو يعني ناس محتاجين. أنا ليش أبني على تصريح إنه الإطار قرر إنه يغير جميع المحافظين واعتبره تصرف دكتاتوري؟ لا لا، مقربين البارحة أعتقد أحد نواب كتلة بدر صرح هذا التصريح بكل صراحة. قال كل المحافظين وإحنا راح ناخذ المحافظات كلها ونشكلها. هذا شيء انطباع زين. أنت لما رجعت مرة ثانية شكلت لي الإطار التنسيقي، ليش دخلت متنافس؟